السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة واجهت بعض الناس، المشكلة دي بسيطة خالص. المشكلة دي اللي هي ايه؟ ان انا لما باجي هنا دي سي الليفل بلاقي انها مقفولة، اجي هنا الاقي انها مقفولة، اجي هنا الاقي انها مقفولة، ادخل في الفي في الاقي برضه مقفولة، اجي اعدل حاجة ما بش... يعني مفيش حاجة راضية تتعدل. طيب دي المشكلة سببها ايه وازاي نحلها؟ يعني المشكلة دي ببساطة خالص، إن في الخصائص بتاعت الفيو، يعني الفيو ده ليه خصائص. لما بدخل في قلب الخصائص اللي هنا بلاقي خاصية اسمها إيه؟ فيو تمبليت. يعني إيه فيو تمبليت؟ يعني أنا بربط الفيو دوت بتمبليت معين، بحيث لما يتعدل التمبليت دوت يتعدل في الفيو. طب ليه أنا بعمل كده؟ ممكن يكون أنا مثلا عندي 500 لوحة، فال 500 لوحة دول لما بعدل في واحدة فيهم بيروحوا إيه متعدلين. مثلا لو انا عندي 500 لوحه كلهم واحد ل 50، عايز اخليهم كلهم واحد ل 100، مش عايز اروح لوحه لوحه اعدل فيها، لا ده انا بعدل في تمبليت مره واحده تتعدل في كله. طيب لما باجي هنا بلاقي مرتبط بالاشفاك بلين. يعني لو جيت هنا وعدلت مثلا 32 ديت، خليتها وليكن مثلا 50، اقول له ايه؟ اوكي تمام، قال لي اتعدلت اوتوماتيك هنا. طيب لو انا مش عايز اربطه بالفيو تمبليت دوت، يعني عايز الفيو تمبليت دوت يبقى حر ومش مرتبط بحاجه، كل اللي انا هعمله ان انا هاجي هنا اقول له نن، تمام. يبقى كده ساعتها من حقي ان انا اغير زي ما انا عايز في الفيو ده بس، تمام. التعديل اللي انا هعمله هنا مش هيأثر على بيت اللوح ولا هيأثر على الفيو تمبليت. وممكن اجي هنا ابدا اعمل دوبليكيت، بحيث مثلا ايه اعمل واحده للتكييف كلها، واحده للبلامنج، واحده للسكاشن التكييف، زي ما انا عايز ابدا اظبط الخصائص، وكل حاجه تقدر تظبطها من هنا يروح متطبقه على كل الفيوهات اللي موجوده، تمام. دي كانت مشكله واجهت بعض الناس، وهي سهله وبسيطه وان شاء الله ما تبقاش مشكله. يعني لو عرفنا المشكله ايه خلاص ما فيش مشكله، زي محمد صبحي كان بيقول ما فيش مشكله، لان المشكله ان ما فيش مشكله، وده ما فيش مشكله يبقى المشكله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.